ضمن حلقات كنيستي، يسرنا أن نخصص حلقتنا لهذا الأسبوع حول كنيسة مار إلياس للروم الملكيين الكاثوليك الواقعة في جبل الحسين بعمان، والتي بنيت عام 1949 بإسهام من أبناء الرعية وجهود أهل الخير، ولها دور رائد في خدمة أبناء الرعية. نورسات زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. نصل اليوم ضمن سلسلة حلقات كنيسة لكنيسة مار إلياس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة جبل الحسين قلب العاصمة عمان، لنتعرف وإياكم على تاريخها النير والبهي منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. تأسست الكنيسة عام 1949 في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات المطران ميخائيل عساف، على قطعة أرض تبرع بها السيد إلياس سيور وزوجته، لتصبح الكنيسة الرومية الكاثوليكية الأولى في المنطقة، حيث خدم على مذبحها في البداية قدس الأب المتنيح يوسف بيطار الذي أكمل أعمال التشطيبات النهائية فيها. شيدت الكنيسة على مساحة 200 متر، حيث يبلغ طوله 20 متر، بعرض 10 أمتار وبارتفاع 13 متراً. تعاقب على خدمتها العديد من الآباء الكهنة الأجلاء الذين وضحت بصماتهم في أعمال الأبرشية. الكنيسة هي كنيسة وبرافقها أيضا كلية رهبات الناصرة. كنيسة مار إلياس كنيسة طبعا بمساعي مثلث الرحمات المطران ميخائيل عساف، تقريبا سنة 1949 بلشت هناك جهود لإنشاء كنيسة تخدم سكان المنطقة، وبرافقها أيضا مركز تعليمي، صرح تعليمي هام وهو اسمه رهبات الناصرة. طبعا القصة بلشت من الويبدة كان مركز عندنا كمطرانية ومركز لمدرسة صغيرة أساسية. هالمدرسة كبرت وتطورت، فأدوا إنه ينقلوا هالمدرسة بجانب الكنيسة الموجودة بجبل الحسين. طبعا الكنيسة تبرع فيها السيد إلياس سيور بجهوده، طبعا من أصل سوري قام بشراء الأرض وتبرع ببناء هذه الكنيسة بمساعي أيضا قربه من المطران عساف، وأوكلوا هالمهمة لكاهن في ذلك الفترة اسمه الأب يوسف بيطار اللي كمل مساعي هاي البناء والأسس المتينة. هلا ميزة المكان هو مليء بمعظم العائلات المسيحية بتوافد إلها، وبقربها من المدرسة استطاعت إنه يكون في أيضا أشخاص أصدقاء من مسلمين ومسيحيين، وهذا الشيء شاهد بأحداث عيد الميلاد منشوف من طالباتنا المسيحيين والمسلمين بزينوا شجرة عيد الميلاد، لا بل كورال المدرسة مسلمين ومسيحيين علامة العيش المشترك، وأيضا بأعياد حتى الفصح والميلاد كثير من جيراننا من إخوتنا المسلمين بيقدمونا مرات مساعدات أو عينية بخصوص المساهمة. بنيت الكنيسة على شكل صليب وتميزت بأيقوناتها البهية التي دشنت في عيد النبي إيليا عام 2015
ببركة القائم بأعمال سفارة الفاتيكان المونسنيور روبرتو كونا، وبمساهمة أبناء الرعية المحسنين بجهود كاهن الرعية الأب مودي هنديلي، حيث تعددت الأيقونات لمراحل الآلام للسيد المسيح وللقديسين، فأطفت جمالاً وروعة عند الدخول إليها. يفصل الهيكل عن صحن الكنيسة حائط الأيقونوستاس الذي أنشأه الأب ياسر عياش، الذي أصبح لاحقاً نائباً بطريركياً على كرسي فيلادلفيا وبعدها في أورشليم القدس. الكنيسة قديماً كانت عبارة عن حائط فقط، جدار تخلو من هاي الرسومات والأيقونات. طبعاً على عهد صاحب السيادة المطران ياسر العياش الكلي الوقار النائب البطريركي، قام أيضاً بمساهمته وبجهود أبناء الرعية بأنهم يقوموا ببناء هذا الإيقونوستاس اللي أنتوا شايفينه، وأيضاً بتبرع سخي من أبناء الرعية وجهوده بوضع هذه الأيقونات اللي تمثل حدث مهم بأحداث وعقيدتنا المسيحية في الفن التصويري المقدس. الكنيسة مرت بموضوع الأيقونات بثلاث مراحل. المرحلة الأولى قبل الإيقونوستاس كان هناك لوحات مرسومة باليد بنيويورك من عام 50 إلى عام 59، مقدمة من بعض أبناء الرعية، وكل لوحة موجود عليها اسم هالعائلة اللي قدمت هذا الشيء. فالمرحلة الأولى هي عبارة عن لوحات مرسومة باليد من فنانين معروفين. المرحلة الثانية هي الإيقونوستاس الموجود أمامنا، بتضم الرسل، بتضم مجموعة من الأيقونات، الصلب، القيامة، التجلي، البشارة، المعمودية، أحد الشعانين، طبعاً شغل لبنان ومرصوعين بالذهب، وكل أيقونة لها قيمة روحية وإيمانية. هلأ المرحلة الثالثة من الأيقونات حديثة، تم استحداثها بال2015 بمساعي من أبناء الرعية، وكان الهدف أنه نترك بهالكنيسة اللي بعراقتها وإرثها وأصالتها، نترك نوع من الخشوع، نوع من التأمل. المؤمن يدخل على الكنيسة للصلاة، للتأمل، وبالفعل استطعنا أنه بجهود أبناء الرعية ومساهمتهم نعمل أيقونات فوق الإيقونوستاس، أيقونة البشارة. طبعاً الجزء على الشمال العلوي يخص السيد المسيح من الولادة ومعموديته وأحداث معجزات قام بها السيد المسيح. الجزء الشمال العلوي، طبعاً الأيقونات العلوية تخص السيد المسيح بالدرجة الأولى، تخص كل أحداث أسبوع الألام من أحد الشعانين دخوله إلى أورشليم، من الصلب إلى القيامة. طبعاً الجزء السفلي نحكي يمين شمال بضم مجموعة من قديسي الكنيسة الشرقية والغربية، رجال، نساء، أطفال. وزي ما منشوف بالسقف بالأعلى في أيقونة العنصرة والصعود، وإن شاء الله نطمح بالمستقبل أنه يتم تكميل هذه الأيقونات المقدسة بترتيب وتزبيط تكميل القبة، القبة اللي فيها ضابط الكل. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. الكنيسة تقريبا مساحتها 200 متر، طولها 20 متر ب10 متر. وهي الكنيسة ميزتها انه الاشخاص اللي بيرتدوا عليها وبيجوا بيصلوا
هم روم أرثوذكس وروم كاثوليك وسريان وأرمن. تقارب المدرسة من الكنيسة عامل كتير مهم، والأجمل من هيك بأنه هالكنيسة شاهدة حية على توافد كثير من المؤمنين، وبحضارتها وبالآباء، كل الآباء اللي خدموا بهالكنيسة. أذكر أبونا ميشيل شقور، أذكر أبونا باسيليوس جنداري، أذكر سيادة المطران ياسر العياش، الأب خالد شعبان، الأب منعم بواب، وجهد كبير للأب يوسف البيطار، وأنا حالياً موجود. فنعمة كبيرة أن أخذ هذا الإرث من الآباء والأجداد، بأن أتابع هذه المسيرة في هاي الكنيسة المليئة نعمة، وبشفاعة مار الياس النبي الأردني من تشبت من جلعاد، بأن نستمر بالخدمة وبالعطاء. سميت الكنيسة بمار الياس نسبة للياس سيور وزوجته أولكونت، اللي تبرعوا بهذه الكنيسة بهذا المكان المقدس. ومنشوف في الخارج على جرسية الكنيسة فوق موجود تاريخ البناء، محطوط برج سيور، موجود برج سيور. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. رعية الحسين طبعاً عبر التاريخ، مناطق الحسين وجبل عمان والويبدة بالهجرة السكانية وتوسع عمان، مش إنه فقدنا عدد من أبناء رعيتنا، ولكن صار التوجه الأكثر من المؤمنين لعمان الغربية، فعدد أولاد الرعية اليوم ضئيل، تقريبا من 50 إلى 60 عيلة. ولكن الشيء الأجمل بأنه سكان المنطقة حوالين الكنيسة بيجوا بيصلوا، بيشاركوا بقداديسنا الثلاثة يوم الأحد الساعة 7:30 صباحاً، والساعة 9 والساعة 6 المساء. وطبعاً أرثوذكس، كاثوليك، سريان، أرمن، من المهجرين العراقيين، من المهجرين السوريين، فالكنيسة تفتح أبوابها لكل المؤمنين اللي بيجوا بيصلوا. فعدد رعية محدد ما في عدد رعية. في ناس بيجونا بيصلوا من الفحيس، في ناس من دوار الثامن، الخامس، من جبل عمان، من طبربور، من كافة المناطق عم بيجوا بيصلوا، بربطوا تاريخ حضورهم بهالكنيسة، درسوا بالمدرسة أو تركوا أثر كتير إيجابي وحلو. ومنعرف إنه اليوم تحدي في رعاية عم بالذوب، في رعاية عم بالذوب، ومنشوف بعمان هالزحف باتجاه مناطق طريق المطار. فبالرغم من هيك نشكر الله على وجود هاي الكنيسة بصرحها وبروحانيتها وثباتها. تحوي الكنيسة من الداخل على ذخائر للقديسين وقطعة صغيرة من خشبة الصليب المحيي المكرم، كما تعمل لجان الرعية من أخوية أم النور وجوقة مشوار مع يسوع وشبيبة الكنيسة بجد واجتهاد على مدار العام في المناسبات الرسمية والأعياد الكنسية. طبعا الكنيسة تحوي على ذخيرة مهمة، هي ذخيرة الصليب الكريم المحيي المقدس، موجودة هاي الذخيرة ومحفوظة في هذه الكنيسة المباركة. وأيضا الكنيسة تحوي على ثياب الكهنة، ثياب الكهنوتية للكهنة اللي خدموا بهاي الكنيسة. فداخل الأقونوستاس في غرفة خاصة تحوي هاي الأواني المقدسة القديمة محفوظة، وأيضا ثياب الآباء الكهنة اللي خدموا على مر هالعصور بهذه الكنيسة المباركة. المرافق المحيطة بالكنيسة، في عنا كنيسة مبنية تقريبا على 8 دونمات، بجانب الكنيسة
في مدرسة كلية رهبات الناصرة. وطبعا هذا أهم المرافق الموجودة، وتعتبر الكنيسة في قلب عمان، في قلب عمان قريبة جدا أيضا على العبدلي أيضا اللي بيحوي على مجلس الشعب، مجلس النواب ومجلس الأمة، وقريبة أيضا بهذا المراكز روحية بقريبة من الكنيسة، مركز الأباء اليسوعيين، دير الرهبات الكومبونيات، دير مدرسة ديليسال الفرير، دير الرهبات الفرنسيسكانيات. فالمنطقة تشع بقداسة وبركة من أديرة ومن بيوت مراكز للرهبان والرهبات. الفعاليات الرعوية عندنا مجلس رعوي يشهد له بنشاطه وغيرته، أيضا أخوية أم النور بوجودها وحضورها ومواكبتها لكل هالأحداث، وأيضا الشبيبة بغيرتها وسهرها. ففعاليات الكنيسة ترتبط بهمة ونشاط الكاهن، كل ما الكاهن كان نشيط وقريب من المؤمنين استطيع أنه يكمل بمسيرة الفعاليات والنشاطات والشبيبة. كسنديانا باسقة تعانق السماء بروحانيتها وهيبتها، فاحفظ يا رب بيتك وبيعتك من الآن وإلى دهر الدهور، آمين. في كل ضيق ملجئي، في كل